وللحديث حول أداء أسواق العملات ينضم إلينا ديفيد ميدن محلل أسواق في إكويتي جروب. ديفيد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربية. الجميع يراقب الدولار الأمريكي ويعني هذه المكاسب التي شهدناها مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. غدا لدينا مؤشر CPI وأيضا لدينا خلال هذا الأسبوع محضر اجتماع الفيدرالي لاجتماع سبتمبر. كيف تتوقع تحركات الدولار في ظل هذه البيانات المرتقبة؟ أعتقد أننا سوف نشهد استمرار على نطاق واسع للارتفاع في الدولار الأمريكي الذي شهدناه. مؤشر الدولار عاد اختبار مستويات، وأيضا كان هناك أيضا مستويات عوائد السندات الأمريكية عند 1.60%، وأيضا أقل من 1.35%. إذا كان هناك اختلاف كبير خلال 4 أسابيع الماضية، وهذا يشير إلى أن سوق السندات الأمريكية أيضا يشهد بعض التجديد من قبل الفيدرالي وربما خلال الأسابيع القادمة. وكما ذكرتي نحن نراقب أيضا بيانات CPI مع محضر اجتماع الفيدرالي، وأعتقد أن بيانات CPI من المرجح أن تتسبب في تذبذب في الأسواق المالية، حيث أن الفيدرالي أيضا بين الاجتماع بالأمس والإعلان غدا كان هناك أيضا أرقام الوظائف خارج القطاع الزراعي. إذن أرقام CPI هي التي سنراقبها غدا. وهنا في أوروبا وفي المملكة المتحدة أيضا نواجه أزمة طاقة، ومن المرجح أنها ستترجم إلى الولايات المتحدة، حيث أن هناك ارتفاع في أسعار الوقود، وأرقام CPI أيضا يمكن أن تكون أو تؤثر على الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية أيضا. طيب ديفيد، دعنا نتحدث أيضا عن الجنيه الاسترليني. اليوم كان لدينا بيانات إيجابية بما يتعلق بقطاع العمل البريطاني، ولكن الكل يراقب التحركات المتوقعة من البنك المركزي الإنجليزي. هناك الكثير من التوقعات بأنه قد يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة قبل نهاية يعني أو بحلول نهاية العام. ما الذي يتوقعه الباوند برأيك؟ إلى أي مدى يسعر التشديد في السياسة النقدية؟ كان هناك الكثير من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيتطلع إلى رفع معدلات الفائدة في نهاية هذا العام، وخلال اليومين الماضيين والأسبوع الماضي سمعنا من أندرو بيلي وهو محافظ بنك إنجلترا وعضو البنك مايكل سولدرز، والذين قدموا توقعات متفائلة. وعلى هذه الخلفية استمعنا أو شهدنا أيضا زيادة في التوقعات بأنه سيكون هناك رفع معدلات الفائدة في ديسمبر. واليوم كان هناك مؤشرات إيجابية في المملكة المتحدة، معدلات التوظيف تراجع وهو أدنى مستوى في 12 شهرا، وشاهدنا تراجعا في معدلات حيث كان هناك زيادة ب 51 ألف وظيفة، وكان هذا تراجع للمرة الثانية فيما يتعلق بفوائد البطالة. كان هناك أيضا بعض التقليص، وكان هناك عوائد من 8.3 إلى 10.3%، وأيضا على يبدو أن هذا سلبي، ولكنني أعتقد أن هذه نتيجة إيجابية لأن العوائد أيضا كانت لهؤلاء الذين يعملون، والعوائد التي تتراجع عن المستويات العالية قد يكون ذلك مؤشرا على مثلا أن يكون هناك عودة إلى الأعمال في مثلا الضيافة وأيضا الترفيه والسياحة، وهي القطاعات التي تأثرت أكثر في الجائحة. وطبعا من أرقام اليوم أرى زيادة في الأشخاص الذين يعملون في هذه القطاعات، ومن الواضح أن السوق المالية تحتسب رفع معدلات الفائدة من بنك إنجلترا. إذن أعتقد أن الأمر يتعلق ببنك إنجلترا في تحريك الأمور. طب في الوقت الذي نشهد فيه نوع من التراجعات على أسواق الأسهم أو سوق الأسهم الأمريكي، كذلك شهدنا الوضع بالنسبة للأسهم الأوروبية والآسيوية، ما الذي يقوله زوج الدولار أسترالي ين عن شهية المخاطرة في السوق؟
من الناحية التقليدية الين الياباني كان عملة تجنب المخاطرة وذلك للملاذات الآمنة، وإذا كان هناك عدم يقين في سوق الأسهم وفي الشرق الأقصى نرى مثل هونغ كونغ وفي الصين، فإن هذا بالطبع نتيجة لذلك بسبب إيفرغراندي والدين العالي في الصين. إذا كان هناك أي توتر في الأسهم الأسيوية نشهد صعود في الين الياباني، وفيما يتعلق بالدولار الأمريكي بدرجة أقل خلال الأشهر القليلة الماضية كان هناك أيضا تجنب للمخاطرة وهذا ما أفاده، والفرنك السويسري أيضا أو الين الياباني استفاد، والدولار الأسترالي أيضا كان هو العملة الأكثر تعلقا بشهية المخاطرة، وأيضا كان يتعلق بالنمو في الصين. وفي الأونة الأخيرة مع قضية إيفرغراندي في الصين فإن هذا كان يضغط على الدولار الأسترالي لا سيما المخاوف ومستويات الدين. شهدنا ارتداد في الدولار الأسترالي، واليوم فقط شهدنا الدولار الأسترالي وصل أعلى مستويات مقابل الين الياباني في 3 أشهر، والأمر لا يتعلق بالاقتصاد الأسترالي ولكن شهية المخاطرة في الأسواق بصفة عامة، على اعتبار أن الدولار الأسترالي هو عملة من عملات المخاطرة والين الياباني هو من العملات الكلاسيكية لتجنب المخاطرة. شكرا جزيلا ديفيد ميدن محلل أسواق في إكفتي جروب.